المشاركة ديالتي أنا ممبر في واحد الفيدراسيون ديال بيزنس وومن انتربرونور اللي كاينين في المغرب وبرا المغرب العرب. يا ذات سيتو جو هذا عرضوا عليا هنايا على حساب تو اورجانيزيشنز اللي غادي يديروا كولابوريشن بيناتهم ما بين المغرب وبرا المغرب. فخوره بزاف بعدا كانايا مغربيه وعربيه وعطاونا واحد الفرصه لينا حنايا العيالات كامل كيف ما بغيتي تكوني تديفلوباي اكثر البيزنس ديالتك كيف ما اي بيزنس في المغرب باش يو كان جرو يعني ديفلوب للمغرب وبرا المغرب. التجربه ديالتي صراحه حاجه ما صعيبه خاصك غير تعرفي بلا اي حاجه بغيتيها في الحياه ديالك راه غادي توصلي ليها. الا كان شي حاجه قرايها سيريها قرايها عجبتك شي حاجه ديريها ما تخليش يكون عندك الاوبستاكل في الحياه في الحياه ديالتك. باش تكوني انت مراه ناجحه خاصك اول حاجه تثقي في نفسك، هذا هو اول حاجه يعني الثقه في النفس وكونتينيو استمرار وثقي في النفس ديالتك وما تخليش شي واحد يهبط المستوى ده كيف ما بغى يكون ذاك الانسان. ثقه في النفس ثقه في النفس وليداتي مساكن كي دي انكوراج مي كوني صح انا تا هو كاين اوف كورس تا هو دابا حيت نقول لوليداتي هكاك بزاف يعني كل نهار حيت هو كاين في القطر مي انا كيف ما كتشوفوني انا كنشجع كل مراه وبنت اللي مازال صغيره يعني ما تكونش عندك الاوبستاكل راسك لقاش حنايا اللي كنديروا هاد الاوبستاكل يعني حتى حاجه ما خصك تخافي عليها منها بغيت نقول لك سكاي از ليم غير الخوف خوف حيديها منك يا واخا ما تكونش عندك الماده كيف ما قلت انا في الاول انترفيو غير ما تكونش تخافي وتعطي كوراج لراسك وربي كبير. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.